السلام عليكم، كي راكم دايرين؟ جيسبر تكونوا بيان. الحمد لله الحمد لله. شويه دوخه شويه مرض، ولكن بزاف مرضنا شويه بالمونتاج. مونتاج والخدمه خدمه. نطالين فيكم خوتكم، تشوفوا بلي انا فريم طالين، ما ناش مفرطين. هذه السيمانه محلي، هذه السيمانه فري عندنا بزاف خدمه وعندنا بزاف امورات انا مديبلاسين هاكوها. قلنا والله ما نسمعوا فيهم. اثنين وخميس الخميس دروك ما ناش في الدار. الفيديو كاع هكا نتحط خاوتي باش تفهموا، تما الا شفتوه فيديو قصير وكاع حسنوا عاونا شويه خاوتي. او سبحان الله، احنا رانا قايمين بها ورانا دايرين لابار تاعنا والخدمه تاعنا. شو ولا هما ما راهمش متهلين فينا، الا راهم باغيين يتهلوا فينا غير اكتيفي غير الفي بي ان قبل ما تفرج هذا الفيديو. هذا مكان علاش؟ باش ماشي يزيدوا لي بوب، هذه قعدوا غير هما باش يخرجوا لي بوب تاع ليه، يدخلوا لنا احنا شويه اكثر باش نقدوا نطوروا في المحتوى تاعنا. واللي راه يسقسينا وينها بلاد نديرها لك، باغي تختار دير امريكان ولا الاسترالي ولا الجابون ولا هاد الصوالح. هذه هي خاوتي. دونك بلا ما نطولوا عليكم ندخلوا لكم في القصه تاع اليوم. قصه كيما نقولوا فاني ليروبيد، اللي فيها ناس عندهم زهر على مكان. هذه هي خوتي، بغينا نوع شويه في المحتوى باسكو رانا كثرنا شويه في العفايس اللي مشي ملاح واللي يزعفوا. قلنا اليوم نجيبوا لهم واحد الناس اللي فري عندهم الزهر بزاف، مزهرين في حياتهم، اللي نتمنوا ان شاء الله يكون عندنا الزهر كيفهم. هو سيفري المكتوب، هو زعما باش نكتبوا زعما نهضروا نيشان المكتوب كلمه زهر. فري عندهم الزهر بزاف وصاي. هذا مكان لوكي بيبل. اليوم غادي نهضروا على ربعه تاع ناس. المهم خوتي اسمحوا لنا طولنا عليكم، نبدو في القصه تاعنا تاع اليوم. لاس جو، صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهي نبدوكم في حكايه اللوكي بيبل. القصه الاولى بغيت نحكي لكم على واحد السيد اللي سموه طيب سوامي. هذا الانسان دار زوج حفايس اللي راه يحمد ربي لدروك. العفسه الاولى راه يقول الحمد لله يا ربي اللي رحت شريت قرعه جو، والعفسه الزوجه راه يقول الحمد لله يا ربي اللي سمعت لمرتي. كاين بزاف ناس ما يسمعوش لنساهم. اليوم غادي نجيب لكم بروف باللي دي فوا اللي قفري تسمع ما تخصنش راسك، ما تخشنش راسك. فوالا ما قالهاش نيشان. السي طيب خطره جا في خاطره الشربات كيما يقول لك، بغى يشري قرعه جو. دونك راح شرى قرعه جو ولكن بقيمه تاع 5 دولار. هي ماشي غالي بزاف ولكن قرعه جو تاع ليتر ب 5 دولار شويه غاليه. مين اداها للدار؟ مرته قلعت له قالت له غاليه بزاف، روح ردها، ما تشري ما تجيبليش قرعه جو ب 5 دولار غاليه بزاف، حنا ما عندناش الملاير. وسيرتو هما ما كانش عندهم دراهم، سما كانوا يديروا حساب للدورو كيما يقول لك، ما فري ما كانش عندهم. هو راح ردها ولكن مي كان مولي في طريقه تلاقى ولا طاح في واحد الحانوت تاع لوتري. شمعتها لوتري، تشري تيكي حك تربح صديق وانت وزهرك. شغل هذه هي. هو جامي في حياته ما دار هاد العفسه، شغل خطرته الاولى في حياته غادي يشري تيكي تاع لوتري. دخل شرا تيكي، مين قاعد يقراطي خرج له واحد الشيفر. هو تشوكا، خطرته الاولى يدير هاد العفسه، خطرته الاولى يربح دراهم. غيتقسوني شعال ربح دراهم، ربح 315 مليون دولار. من ربي يكتب لك عفسة ويبغي يرزقك 315 مليون دولار. وفي 19 ماي 2018 طيب ولا ملتي مليونير ولا رجل أعمال بفضل مرته، باسكو سمع المرته اللي قالت له روح رد لي هذه القرعة تاع الجو. دروك غادي نروح لكم القصة تاع إنسانة سموها فيوليت كونستانس جيسوب. هاد الخضرة خاوتي ننسوا المال، ننسوا الدراهم، ننسوا البيسوس اللي هما شابين وريحتهم شابة والحس تاعهم شباب تاع فر. ولكن هاد الإنسانة ما ربحتش دراهم، ربحت حاجة أعز من دراهم اللي هي شاه الصحة. فيوليت هادي سلكت من الموت مشي خطرة مشي زوج. هاد المرأة من الأرجنتين وعافاكم الله كانت مريضة من التوبركيولوز. طبة قالوا لها باللي ما غاديش تعيشي بزاف وتموتي، ولكن حتى الطبة يديروا أخطاء دي فوا، يقولوا عفايس اللي ما غاديش يصروا باسكو هما يتبعوا العلم، ولكن ربي كي يكتب لك عفسة ما كان لا علم لا والو. 1911 هاد المرأة ركبت في الأولمبيك. خاوتي خطرة حكينا عليه أولمبيك اللي هو كيما التيتانيك صرا له قبله، ولكن شايع التيتانيك كتر علاش؟ على جا الفيلم تاع ديكابريو. هذا ما كانت ما مشي باسكو القصة ولا ماشي هكا. ركبت في البابور تاع الأولمبيك، الأولمبيك صدم وغرق. شصرا فيوليت سلكت خاوتي، سلكت شغل بيزار كيفاش سلكت. موراها صاي سلكت فيوليت، عاشت حياتها بيان، روتريتي مريحة في الدار، الدعوة هانية، حياتها ولات بيان. قالت بلي لي صرا صراك شغل صاي ننسى هاد العفسة. حتى واحد النهار بغات تركب في بابور واحد آخر، كانت شوية خايفة، من بعد قالت صاي لي صرا صرا في الباسي، ندير الكوراج ونركب ونضرب دورة. اون بليس هاد البابور غادي نركب لك شغل ماشي أولمبيك، بابور اللي ركبت له تيتانيك خاوتي. قاع على بالكم القصة وشاصرة في التيتانيك. فيوليت
سلكت بور لا دوزيام فوا. وهنا خاوتي من سلكت من تيتانيك صاي قالت انا من اليوم نزيد نركب في البوابير، نريح في داري، التلفزيون تاعي، الجورنال تاعي في يدي، ولا في بال نسحق نفواياجي ولا نبدل الجو، نروح غير الجاردة تاعنا اللي حدانا، نطلق روحي ونولي للدار. ما نزيدش نركب في بابور في الماء. فاتت واحد البيريود عاودت بغات تعاود تركب في البابور، وقالت باللي صحيح شو صرات الاولى صرات الزوجه امبوسيبل صرات الثالثه. ولكن خاوتي عندنا واحد المثل حنايا هنا في الجزائر يقول لك باللي الاولى عسل الزوجه بصل الثالثه تحصل. حبيبي احنا هذيك تاع جامي 203 احنا هكا نقولوا لها كيما كان الحال. البابور اللي ركبت فيه الثالث سموه اوداسيوس، وهذا البابور شو صرا له؟ صدم في مينا وغرق. مينا مشي شيكولا شيكولا مينا هي واحد البومبا يديروها تحت في البحر باش البوابر الاخرين ما يجوش تاع العدو شغل، وهذا المينا كانوا ناسينها من وقت الحرب. البابور راكم عارفين شو صرا لك، صدم في المينا وغرق سلكت هي. ولكن كان سؤال يطرح، اسك هي مزهرة ولا هي منحسة وتجيب النحس؟ هذه اللي ما فهمناهاش، باسكو اللي تركب فيه يغرق وهي دائما تسلك. في 1916 قالت نزيد نركب، انا انسانه لا يسهلك شغل نركب. ركبت في واحد البابور سموه بريتانيك، ما غرقش امور ماشيه. ولكن صارت في عفسه واحده اخرى داروا فيه بومبا، تسمى مصدم في والو كلش هاني تمشى في الماء، كانت كاينه بومبا وطردقوها في البابور المدخل والبابور غرق سلكت. الرابعه ماشي نقولوا ما بالناش الرابعه شغل هي اكسبسيون. خاوتي عاودت سلكت من الموت هنا تاني سلكت وما صرا لها والو. كيفاش كان دير تسلك ما على بالي. وخاوتي لازم تعرفوا واحد المعلومه كيما نقولوا تضحك شويه، في البابور تاع تيتانيك يغرق غادتها واحد التروسه تاعها راحت فيها البروسادو تاعها اللي تغسل بها سنيها، شو غادتها عقلت عليها. هنا كي صرات في البومبا والبابور غرق راحت تجري ما خلاتش بروسادو يطيح، رفداته وسلكت البروسادو تاعها. خاوتي هاد الهضره هي قالتها في الميموار ولا في الكتاب تاعها اللي خلى الضوطفة. معلش كملوا هذه ونعود نشعلوها. فوالا خاوتي هي قالتها في الميموار تاعها اللي خلاتها باللي لحقت البروسادو تاعها وجابتها وماتت سنة 1971. موتها طبيعية، مو اللي قالوا لها باللي فيك تيوبركيولوز غيتموتي. عاشت 71 شو ربع بوابر غرقتهم بعد ماتت من تيتانيك. خوتي ديجا تيتانيك غرق في 1912، هي عاشت حتى 1971 فيها تيوبركيولوز، قالوا لها من على شوية سيمانات غيتموتي. ودروك خوتي غادي نحكوا لكم على قصة تاع تسوتومو ياماغوشي. هذا السيد كيما المرأة اللي حكينا عليها مسبقا، ما على بالناش اسكو السيد مظهر ولا بالعكس منحوس ويجيب النحس معاه. ديجا من الاسم تاعه بلا ما نفهمكم بلي هذا السيد ياباني، رانا في سنوات الربعينات. كان عنده 30 عام مين كان يخدم في واحد المدينة اللي نعرفوها ولكن على واحد الشيء المؤسف. رانا في 6 أوت 1945 كان يخدم مع الشركة تاع ميتسوبيشي كاع تعرفوها، وهذه الشركة رسلته المدينة هيروشيما. وعلى 8:15 تاع الصباح شاف باللي اليوم الشمس طلعت شويه بكري. ايه سما الشمس اليوم راها قاويه كو غير سيف شصراك شو كو غير لبست تريكوت بو. تماك خوتي البومبا تاع هيروشيما طردقت. محات المدينه بالكامل، هو مين ناض لقى المدينه افاسيه ما فهم والو. شغل ناض ما كان والو، ني الباطيمات ني والو، وحده واش راه صاري شا كاين كلش خوتي ولا تراب. دونك هو شادر راح يجري لدارهم مخلوع مشوكي مقعم فلسف، راح يجري لدارهم وحكى لمرته كاع شصرا. والغدوه من داك عاود راح للشركه اللي يخدم فيها، كان يخدم نورمال حتى وصلنا ل 11 أوت 1945. شاصرة غتقولوا لي كاسكي سي باسي كاسكي إكسا، نسينا باش نقول لكم باللي الشركة تاعه جاية في ناكازاكي. ما مفهمتو اسكو كان واحد منحوس كتر من هاك ما لباليش. البومبا الزوجة طردقت. سيد قال باللي زعما هذا راني هاد اللقطه ني شايفها من قبل نمتها ولا كيش. المشكله هي انه من البومبا الزوجه تاع ناكازاكي طردقت كان يحكي لصاحبه على البومبا اللي عاشها في هيروشيما، سما كان يقول له على بالك كنت في هيروشيما بومبا طردقت علينا. ثاني هاد الخطره سلك، ويعتبر الانسان الوحيد في التاريخ اللي عاش وسلك من زوج قنابل نوويه، وهو الوحيد في التاريخ تاني اللي عاش بومبا تاع هيروشيما وتاع ناكازاكي للزوج. هذه يا خوتي دونك توما فهمونا اسكو هاد الانسان مظهر ولا لا، غيقولوا لنا حكوا لنا خوتي. خاوتي القصه الرابعه والتاليه تاعنا لنهار اليوم قصه واحد اسمه بيل
مورغان إنسان من أستراليا، إنسان عادي خدام يسوق ولا شوفر في كاميو، ولكن ما كانش على باله باللي في سنة 1999 غادي يجي واحد النهار وانت تبدل حياته كاع كيما راهي. في الأول تبدلت للأسوأ باسكو كان خدام يسوق في الكاميو، حكماته كريز كاردياك، داوه لجيرجونس، ديكلاراوه في السبيطار باللي ميت سريريا. شمعنتها ميت سريريا؟ معنتها كلش فيه ما يخدمش من غير مخه، وهذه لمدة 14 دقيقة. موراها في هذيك 14 دقيقة الطبة ولا الأطباء عاودوا رجعوا له قلبه يضرب ونجموا يساهموا في هذه العملية، وعاود دخل موراها كوما قعد 12 يوم. خاوتي هادشي اللي يصرى يصرى بالك واحد في المليون ولا في العشرة ملايين إنسان، ما يصراش دائما، جراه مزهر بزاف هنا. وهنا خاوتي كشول بيل عرف قيمة الحياة، عرف باللي لازم يبروفيتي ودير غير صوالح اللي يفرحوه. حاجة الأولى اللي دارها حبس الخدمة باسكو ما كانش يبغي هذيك الخدمة. حاجة الزوجة اللي دارها راح تزوج بواحد المرأة اللي كان يبغيها. حتى واحد النهار زادت زهرت له الدنيا أكثر، راح شرى واحدة تيكي تاع لوتري على الزهر، حكاه قاروح أربع 17,000 دولار أمريكي بقيمة 25,000 دولار أسترالي. خاوتي تصوفها من زمان، تخيلوا حبس خدمته تاع كاميو، ربي رزقه الدراهم اللي يزيد يعيش بهم بلا ما يخدم. وهاد القصة عجبت بزاف لي ميديا، وجاو لي ميديا داروا عليه ريبورتاج، ولكن لي ميديا قالوا لها سيبيل كاع اللي عشته غادي نفيلموه ونديروه ريبورتاج، تما غادي نعاودو كاع لي سان اللي صراو لك من نهار اللي صرات لك كريز كاردياك حتى اللي ربحت تيكي تاع اللوتري. دونك بيل قال لهم ماشي مشكل حبابي، قال لهم انا الدنيا راهي ظهرت لي، تفضلوا ديروا شكون باغين. بداو يمثلوا حتى جات اللقطه تاع اللوتري كشو اللي ربح، عاود مثلها غير هي، سمعتها معناتها عاود شرا تيكي واحد اخر باش يلعبها حك وربح. كي عاود شرا تيكي واحد اخر في التمثيل عاود ربح فيه دراهم. وش على ربح؟ ربح 250,000 دولار. I just won 250,000. I'm not joking. You're not, I just won 250,000. شادر خاوتي راح عاش قال احلام اللي كان باغي يعيشهم، شرا دار انفيستا بدراهم، وزاد شرا عود خاوتي باسكو كان يموت على العواد وكان حلمه. دونك بيل كان انسان مزهر في وطر واديرك. هذه يا خاوتي قصه بيل العجيبه تنجم تقول. ختمناها لكم بعفسه فري شابه بزاف واللي تفرح عكس مداري، شغل اللي تقد تسميها هذه الحكايه تقد تسميها اليوم فيها الرقاد. فوالا عكس ما فيها شرقاد. شو اليوم غير نرقدوا فرحانين شويه. هذه يا خاوتي هنا تكون كملت القصه تاعنا تاع اليوم ولا القصص تاعنا تاع اليوم. جيسبر موتيفاتكم طلعت لكم مورال. بين قوسين ما تتكلوش على الزهر، خدمت ما تقولش قاعد تقول غادي تصرى لي كيما صرا لهم، ولكن عفسه طلع المورال وجيسبر تكون عجبتكم واستمتعتم. فوالا هذه هي اخوتي، نتمنوا فوت وقت شباب بزاف، ونتمنوا تاني لكم باغي نشوفوا لي فيديو تاعنا واحد اخرين. ماذا بكم قبل كما قلنا لكم تاكتيفو في بي ان تاعكم باسكو خاوتي احنا ما نقدوش نحكوا لوتري نربحوا، احنا عندنا في بي ان وانا خدامين وانا ما كان ديجا جو بونس لوتري حرام او موا في بي ان او موا انا سور باللي عفسه. المهم خوتي هذه هي، دونك تبقوا على خير وتصبحوا بخير. السلام عليكم.